بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم على شاشه اون تايم سبورتس. اسعد بصحبتكم مع عمرو الاشقر للتعليق على مباراه الكره الطائره بين فريقي نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري في اولى مباريات الدور قبل النهائي. انتقلنا يعني متاخرين كده لحظات، ولكن النتيجه اصبحت 5-2 للزمالك. وهقول لحضراتكم بقى التشكيل وتشكيل كده فريقين مع توالي اللقاء. وكره مرفوعه مركز اربعه وبيضرب بقوه المحترف تياجو لاعب نادي الاتحاد السكندري، بيلمها رافائيل مرفوعه لفرنانديز او هرنانديز، اعداد من الفيومي وتاني عديها سهله كريم، بيلمها تاني هرنانديز، اعداد احمد فتحي سريع بيضرب المهدي صاروخ، المهدي بيضرب صاروخ من منتصف الشبكه وياخد النقطه الثالثه لصالح نادي الزمالك. 3-5 نادي الاتحاد السكندري. الدور النهائي مباريات الدوري المصري، نهائي الدوري المصري الممتاز، مباريات البيست اوف 3. المباراه الاولى ارسال مع محمد علي المهدي، استقبال ممتاز تياجو، اعداد الفيومي في مركز 6، منصور بيضرب بقوه ولكن في انسايد، انسايد حكم اللقاء بيشاور ان الكره انسايد. يقود اللقاء تحكيميا حكم اول ناصر حمدي، يعاونه حكم تاني ايمن الذهبي، مسجل يوسف عبد الهادي، مساعد مسجل احمد علاء عيسى، مراقب خطوط احمد هشام فهمي، يحيى خالد، ايمان اشرف وعمر اشرف. ارسال مع فرنانديز، عندنا فرنانديز وهرنانديز، فرنانديز في نادي الاتحاد السكندري وهرنانديز في نادي الزمالك. ارسال خارج الملعب من فرنانديز وخارج ونقطه لصالح نادي الزمالك. ينتقل الارسال لنادي الزمالك، والارسال مع رضا هيكل الاباتشي الزملكاوي. ارسال رضا، سبايك في الشبكه، ارسال في الشبكه، والتقدم الافضليه ما زالت لصالح نادي الاتحاد السكندري ب7 نقاط مقابل 4. 7-4. والارسال مع تياجو لاعب المحترف اللي استعان به نادي الاتحاد السكندري لخوض المباراه النهائيه امام نادي الزمالك، استقبال جواو رافائيل، اعداد من مركز 4-6 بيضرب حائط صد قوي الفيومي، حائط صد فردي حكايه، فيومي طالع في الميعاد وقافل الزاويه امام مين؟ امام هرنانديز، وواخد حائط صد لا يرد داخل ملعب نادي الزمالك. يتقدم الاتحاد السكندري ب8 نقاط مقابل 4. تايم اوت طلبه المدير الفني لنادي الزمالك اشرف رشاد. هقول بقى لحضراتكم، نستغل التوقف واقول لحضراتكم تشكيل كلا الفريقين. الزمالك بدا تشكيل مكون من احمد فتحي، هشام يسري، محمد علي رقم 6، اشرف ابو حسن 7، جواو رافائيل 8، رشاد شبل 9، احمد يوسف حفيفة 11، سيف الدين حسن عابد 14، محمد مجدي 15، يوسفاني هرنانديز 16، رضا ابراهيم عبد النبي 17، رضا هيكل 22، محمد مصطفى كامل 2، ليبرو محمد رضا، احمد إيهاب عزمي. تشكيل نادي الاتحاد السكندري: محمد أسامة شرف، خالد فرج الله الفيومي، تياجو المحترف البرازيلي، عبد الله ناصر شعبان، إسلام عبد السميع، أحمد محمود رزق، محمد عبد السيد عبد السميع، محمود سيد عبد الفتاح. والإرسال مع تياجو بعد انتهاء التايم أوت. إرسال مع تياجو، إرسال سبايك في الشبكة من تياجو، والنقطة الخامسة لصالح نادي الزمالك. صعد نادي الزمالك للمباراة النهائية بعد فوزه على النادي الأهلي بلقائين مقابل لقاء، وصعد نادي الاتحاد السكندري بعد فوزه على نادي طلائع الجيش بلقائين، وبيلعبها بقى اليوم على المباراة النهائية أولى مباريات البيست أوف 3. إرسال جواو رافائيل، استقبال تياجو، إعداد عبد الله ناصر شعبان، وبيضرب فرنانديز ولكن في الشبكة، فرنانديز بيضرب من مركز 1 ولكن في الشبكة بعد استقبال متوسط من تياجو واعداد من عبد الله نصر ولكن في الشبكه، والنقطه لصالح نادي الزمالك. ارسال ما زال مع جواو رافائيل، جواو لاعب مركز 4 المحترف البرازيلي في صفوف نادي الزمالك. ارسال سبايك، جواو، استقبال تياجو، اعداد الفيومي مرفوعه في مركز 4، منصور بيضرب بقوه حائط صد قوي جدا جدا، محمد الجون، محمد مجدي واخد حائط صد ولا اروع، استنى كده واتأن وحط ايده في الوقت المناسب وبيضرب محمد منصور المني. 7-8 الاتحاد السكندري. مباراة حلوة، مباراة قوية، مثيرة، نهائي الدوري المصري الممتاز موسم 2021 2022.
والارسال ما زال مع جواو رافائيل. ارسال جواو. استقبال اس من عبد الله شعبان وخطا في الاستقبال، والنقطه رقم 8 لصالح نادي الزمالك ويتعادلها في النقاط مره ثانيه 8-8. ارسال قوي جدا من جواو بتيجي في ايد عبد الله نصر شعبان وخارج الملعب، والنقطه لصالح نادي الزمالك 8-8. الشوط الاول من المباراه الاولى، قلت لحضراتكم النهارده اولى مباراه البيست اوف 3، غدا المباراه الثانيه. لو نجح احد الفريقين في الفوز باللقاءين خلاص نقول له مبروك بطوله الدوري، لو تعادلها في المباريات يعني احد الفريقين فاز اليوم والاخر فاز غدا هنلجا لمباراه فاصله يوم الاثنين بعد غد. هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل مع مباريات البيست اوف 3 البلاي اوف نهائي الدوري المصري. التعادل في النقاط 8-8، والارسال ما زال مع جواو رافائيل. جواو ارسالاته قويه، جواو رافائيل بياخد وقت على الارسال. ارسال سبايك مره ثانيه بقوه في الشبكه المره دي، ويتقدم الاتحاد مره ثانيه 9-8. ارسال مع كريم حسين لاعب مركز 3 في نادي الاتحاد السكندري. كريم حسين ارسال سبايك في لوتر. استقبال جواو، اعداد في مركز 4. هرنانديز بيضرب بقوه، دفاعات من كريم حسين ولكن خارج الملعب. تمركز ممتاز من كريم حسين ولكن هرنانديز بيضرب بقوه من اعلى حائط الصد. شايفين حضراتكم من قوه الكره جت في كريم وخرجت خارج الحد النهائي لملعب نادي الزمالك. التعادل في النقاط مره ثانيه 9-9، والارسال مع محمد مجدي. ارسال مجدي سبايك في لوتر موجه، هنشوف هيلعبوا فين، في مركز 6 بيخدمه وبيجي في الحافه العليا للشبكه وبتنزل تتهادى داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. بيحاول عليها احمد اسامه ولكن بتيجي ما بيلحقهاش، ونقطه لصالح نادي الزمالك. يتقدم الزمالك لاول مره في الشوط الاول 10-9. ارسال مره ثانيه مع محمد مجدي، بياخد وقت على الارسال مجدي. ارسال سبايك فلوتر بيلعب، هنتابع ونشوف هيلعبوا فين، في مركز 5. استقبال منصور، مرفوعه في مركز 4 بوش باس، بيضرب بقوه منصور من بين حائط الصد يا ولد، من بين حائط الصد. بيحاول معاها جواو رافائيل ولكن بتيجي في ايده وبتنزل داخل ملعب نادي الزمالك. التعادل في النقاط مره ثانيه 10-10. سيد البلد، اتحاد السكندري ونادي الزمالك، التاريخ الكبير. ارسال الفيوم، استقبال لجواو، اعداد احمد فتحي، هرنانديز بيحط بليس، اريال فيومي بيتحرك، واعداد من عبد الله ناصر، مرفوعه في مركز 4 منصور، بيضرب في حوائط الصد بالحارة ده هيك، لمس شبكه، لمس شبكه. حكم اللقاء الثاني ايمن الذهبي بيشاور لمس شبكه على احمد فتحي معد نادي الزمالك. يتقدم نادي الاتحاد مره ثانيه 11-10. مباراه حماسيه من بدايتها، نقطه هنا نقطه هنا، تقدم الاتحاد ثم تدارك الموقف الزمالك وعاد في النقاط مره ثانيه. استقبال محمد رضا على الشبكه، بياخدها احمد اسامه بذكاء، ارسال قوي من الفيومي، استقبال على الشبكه من محمد رضا عبد المجيد ولكن احمد اسامه بذكاء حطها عكس اتجاه احمد فتحي في مكان قاتل داخل ملعب نادي الزمالك. يتقدم الاتحاد مره ثانيه 12-10، والارسال ما زال مع الفيومي معد نادي الاتحاد السكندري. استقبال لجواو، اعداد احمد فتحي في مركز 1، رضا هيكل بيضرب وحائط صد ولكن فين؟ خارج الملعب. حائط صد من احمد اسامه ولكن خارج الحد الجانبي لملعب نادي الزمالك. 11 الزمالك 12 الاتحاد السكندري، والارسال يعود مع احمد فتحي. احمد فتحي معد نادي الزمالك. ارسال سبايك فلوتر موجه، استقبال الماني منصور، مرفوعه سريعه بيضرب الجوكر، ترجع تاني بالامام منصور، مرفوعه من الفيومي وبيضرب الهرنانديز وحائط صد حكايه، حائط صد حكايه. رضا هيكل قافل اللاين امام فرنانديز واخد حائط صد ولا اروع داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. حلوه المباراه، حلوه المباراه، المباراه حلوت، نقطه هنا نقطه هنا، حائط صد هنا حائط صد هنا، والتعادل في النقاط 12-12. ارسال احمد فتحي،
استقبال تياجو اعداد في مركز اربعه، بيتاني هرنانديز بيضرب بقوه، دفاعات ممتازه احمد فتحي مرفوعه من رافائيل، هرنانديز بيضرب بقوه لكن خارج الملعب، هرنانديز بيضرب بقوه ولكن بدون تركيز، تخرج خارج الملعب ويتقدم الاتحاد السكندري مره ثانيه 13-12. هتصدي ثلاثي امام هرنانديز، لعيب قوي قوي بيضرب بقوه من الجناح الايسر لنادي الزمالك مركز اربعه ولكن خارج الملعب. ارسال مع منصور الماني، استقبال محمد رضا عبد المجيد، حائط صد ناري، حائط صد ناري، احمد اسامه واخد حائط صد حكايه داخل ملعب نادي الزمالك، قافل الزاويه وواصل مظبوط وقافل الزاويه واخد حائط صد دوا. ويتقدم الاتحاد السكندري مره ثانيه بفرق نقطتين 14-12. ارسال مع محمود منصور الماني، ارسالاته قويه، منصور سال سبايك، استقبال لا والله خارج الملعب، خارج الملعب محمد عبد المجيد بذكاء فوت الكره وخرجت خارج الملعب ونقطه لصالح نادي الزمالك 13-14. الارسال يعود مع الدبابه البشريه هرنانديز، يوسفاني هرنانديز احد الصفقات الرابحه لنادي الزمالك هذا الموسم، عمل الفارق من وقت ما انضم لنادي الزمالك. ارسال سبايك هرنانديز، ارسال قوي ولكن خارج الملعب، خارج الملعب، ويتقدم الاتحاد السكندري مره ثانيه بفارق نقطتين 15-13. ارسال مع نادي الاتحاد السكندري والارسال مع احمد اسامه، ارسال سبايك فلوتر، استقبال في الشبكه والله من احمد اسامه، ارسال سريع سبايك فلوتر ولكن بيجي في الحافه العودة للشبكه وبيرجع تاني ملعب نادي الاتحاد السكندري ونقطه لصالح نادي الزمالك 13-14 او 14-15. والارسال يعود مع محمد علي المهدي، لاعب مركز ثلاثه في نادي الزمالك المتالق في هذا الموسم مع نادي الزمالك، ارسالاته قويه، هنتابع ونشوف اللي هيحصل. ارسال سبايك من المهدي بياخد وقته على الارسال، سال سبايك، استقبال منصور اعداد بيحطها لكن حائط صد قوي جدا، مفيش ربط بين الفيومي وكريم حسين وطلع محمد مجدي الجون، توقيت ممتاز وواخد حائط صد داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري، يتعادل الفريقان مره ثانيه 15-15. ارسال مع محمد علي المهدي، ارسال سبايك مره ثانيه، استقبال تياجو اعداد عبد الله ناصر مرفوع في مركز اربعه وبيحط برس الايد، حائط صد تغطيه ممتاز، اعداد ثاني من فرنانديز بيحطها هرنانديز، حائط صد ثاني ترجع ثاني بيلمها تياجو، اعداد لفرنانديز بيضرب بقوه بقوه يا ولد، حائط صد ثلاثي ولكن فرنانديز ايفان فرنانديز بيطلع يضرب بقوه في حوائط الصد وبتنزل داخل ملعب نادي الزمالك ويتقدم الاتحاد السكندري مره ثانيه 16-15. يعود على الارسال ايفان فرنانديز، ارسال سبايك ايفان، استقبال محمد رضا عبد المجيد بالحق رضا هيكل مرفوعه في مركز اربعه يعديها سهله، جواو استقبال منصور اعداد بوش باص وبيضرب تياجو بيضرب بذكاء من مركز اربعه في الزاويه القصيره، تمركز خاطئ عند محمد رضا عبد المجيد والنقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري يتقدم 17-15. 17 للاتحاد السكندري 15 نادي الزمالك، والارسال ما زال مع ايفان فرنانديز، ايفان سبايك، استقبال جواو اعداد احمد فتحي مركز اثنين رضا هيكل بيضرب بقوه في حوائط الصد كريم حسين وتياجو وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري بعد عكس لعب اكثر من ممتاز من احمد فتحي، كريم حسين جاي ولكن جاي متاخر بعض الشيء جات في ايده وفي الحافه العليا للشبكه وفي ملعب نادي الاتحاد السكندري والنقطه لصالح نادي الزمالك، وعلى الارسال يعود رضا هيكل، ارسال رضا ياخد وقت رضا على الارسال، ارسالاته قويه، ارسال استقبال عبد الله شعبان مرفوع تاني بمركز واحد، ايفان بيضرب بقوه بقوه يا ولد من مركز واحد، الفيومي متالق في عكس اللعب وبيعكس كره من مركز ثلاثة المركز واحد حكاية وبيطلع يضرب هرنانديز صاروخ أو فرنانديز بيطلع يضرب صاروخ من مركز واحد في الزاوية
الطويله داخل ملعب نادي الزمالك، بيحاول معاه رضا هيكل ولكن تيجي في ايده وبتنزل داخل ملعب نادي الزمالك. يتقدم الاتحاد 18-16 والارسال مع تياجو المحترف البرازيلي سالس بايك. تياجو استقبال هرنانديز، اعداد ابو الحسن نزل مكان احمد فتحي وهشام يسري بيحطها لكن قاريها فرنانديز. في منصور بيضرب تاني بياخدها مباشره بذكاء منصور، محمود منصور المني، الكره جت على الشبكه بذكاء من فرنانديز، طلع حطها مباشره داخل ملعب نادي الزمالك وتقدم الاتحاد بفارق 3 نقاط. 3 نقاط يتقدم نادي الاتحاد السكندري على نادي الزمالك 19-16 والارسال ما زال مع تياجو. تياجو ارسال سبايك بياخد وقته، حكم اللقاء ناصر حمدي اعطاله صفيره، ارسال تياجو استقبال محمد رضا عبد المجيد، ابو الحسن اعداد في مركز 2، جواب رافائيل دفاعات ممتازه، عبد الله نصر الفيومي في مركز 1 ويضرب تاني ايفان، وفي حوائط الصد وخارج الملعب، في حوائط الصد بتاتش بول حكم اللقاء ناصر حمدي بيشاور ان الكره لمست حوائط الصد، ويتقدم نادي الاتحاد على نادي الزمالك 20-16 النقطة لصالح نادي الاتحاد السكندري. والارسال ما زال مع تياجو. هيطلب اكيد تايم اوت اشرف رشاد، فعلا طلب تايم اوت. فعلا طلب تايم اوت، الاتحاد متقدم بفارق 4 نقاط. الاتحاد السكندري بيلعب على المباراة النهائية منذ زمن طويل. أحد الفرق اللي فازت قبل كده بكأس مصر ولكن تاني مرة بيلعب على نهائي الدوري، المره الاولى امام بقى العمالقه هشام رضوان، جمال صبري، زكريا السيد، محمود مشالي، عبد العزيز يوسف، عبد القادر ابراهيم، احمد سيد، السيد رمضان، اسماء واسماء واسماء. المره دي بقى مع رجع مع تاني مع احمد سمير المدير الفني ابن نادي الاتحاد السكندري، بيلعب بقى لتاني مره على نهائي الدوري امام العملاق الكبير نادي الزمالك. هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل، الاتحاد السكندري ولا الزمالك؟ الاتحاد السكندري بيبحث عن اول القابه، نادي الزمالك بيبحث عن اللقب 27. ارسال مع تياجو مازال والتقدم 20-16. سالس بايك استقبال محمد رضا عبد المجيد، ابو الحسن اعداد، تركيبه هجوميه صاروخيه من هرنانديز بيضرب بقوه من مركز 6، تركيبه هجوميه رائعه من ابو الحسن، بيطلع هرنانديز بيضرب صاروخ من مركز 6 انسايد انسايد انسايد. عبد الله ناصر شعبان كان سابق كده او سارح جوه الملعب كده خطوتين ثلاثه والكره نزلت في مكانه، الراجل ضارب من مركز 6 داخل الملعب في الزاويه الطويله داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري في مركز 5. 17 للزمالك 20 الاتحاد السكندري. وادي بقى احمد سمير المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري مع عمرو راشد المدرب العام، تعليمات وتوجيهات يهمهم طبعا يفوزوا باول شوط في هذه المباراه يضغطوا على نادي الزمالك. هنتابع ونشوف اللي هيحصل، ارسال مع جواو استقبال تياجو بياخدها هرنانديز بذكاء، هرنانديز بذكاء بعد استقبال من تياجو ولكن هرنانديز بياخدها مباشره من اعلى الشبكه في المكان الفاضي في منتصف ملعب نادي الاتحاد السكندري. يحاول معاه عبد الله نصر ولكن ما بيلحقهاش و18 20 والارسال ما زال مع جواو رافائيل. طلب تايم اوت احمد سمير المدير الفني نادي الاتحاد السكندري. اقول بقى لحضراتكم تشكيل جهاز كلا الفريقين، الاتحاد السكندري يقوده فنيا كابتن جمال صبري رئيس الجهاز، احمد سمير مدير فني، عمرو ابراهيم راشد مدرب عام، سعيد ابو العلا مساعد مدرب، وليد شلبي مدير اداري، علي فؤاد محمد طبيب، هشام احمد عمر مخطط احمال، محمد سعيد اخصائي علاج طبيعي. اما نادي الزمالك اشرف رشاد مدير فني، رئيس الجهاز كابتن علاء فهمي، وليد عبد العال مدرب عام، هاني سمير محلل تقني، عبد الرحمن بسوني غانم طبيب، احمد شعلان مدير اداري، وسعيد ابو العلا شؤون لاعبين، وحسن عبد الرازق اخصائي علاج طبيعي. نعود مره ثانيه للمباراه والارسال ما زال مع جواو رافائيل و18 20 ارسال جواو اس بارسال قصير ماكير بذكاء بيحط كره من اخر الملعب في مركز 4 امام منصور، نازله كده امام منصور خدعته والله، حطها صعبه جدا صعبه جدا. جواو رافائيل يا اعصابك يا جواو، حاطط ارسال بذكاء برست الايد من مركز
من منتصف الملعب في مركز أربعة داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. 19-20 ارسال مع تياجو، مع عفوا جو رافائيل، استقبال تاني اس منصور، ارسال تاني قوي جدا من جواو رافائيل، بيعود مره تانيه بنادي الزمالك للمباراه بعد ارسالين ولا اروع، بيعود بنادي الزمالك مره تانيه، والخطا لمره تانيه عند محمود منصور الماني. 20-20 والارسال مازال مع جواو رافائيل. ارسال استقبال منصور المراد ممتاز، مرفوعة بمركز ثلاثة، بياخدها كريم حسين، دفاعات والأروع جواو، أبو الحسن إعداد، وهرنانديز بيضرب بقوة، دفاعات ممتازة من عبد الله نصر، الفيومي إعداد، وبيضرب منصور بقوة، دفاعات والأروع والرالي ممتاز، مرفوعة تاني بمركز أربعة وصاروخ، ولكن دفاعات ياخدها تاني شام يسري، تيجي في إيفان هرنانديز أو فرنانديز وخارج الملعب، ويتقدم الزمالك 21-20. 21-20 يتقدم الزمالك مرة تانية، شايفين حضراتكم الدفاعات والتمركزات، ويطلب هشام يسري بياخدها مباشرة داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. ارسال مع جواو رافائيل، الارسال الرابع على التوالي. ارسال لجواو، صلاته قوية جواو، ارسال استقبال عبد الله ناصر شعبان، الفيومي يحطها ولكن خارج الملعب. بيحطها الفيومي ولكن خارج الملعب، اعتراض كده من لاعبي الاتحاد السكندري، والفيومي بيقول لمست حوائط الصد، ولكن حكم اللقاء ناصر حمدي قراره واضح وصريح، كرة لم تلمس حوائط الصد، ما لمستش فعلا، لم تلمس حوائط الصد، اوتسايد اوتسايد، والارسال مع جواو رافائيل، ويتقدم الزمالك 22-20 والارسال ما زال مع جواو رافائيل. جواو رافائيل ارسال سبايك، استقبال تياجو، اعداد عبد الله نصر، مرفوعه في مركز واحد، بيضرب حائط صد ناري، حائط صد ناري، الزمالك ثلاثي هرنانديز محمد مجدي هشام يسري قافلين الهجوم امام ايفان فرنانديز، وحائط صد دعوه داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الزمالك 23-20 بفضل الارسالات القويه اللي بيلعبها هذا اللاعب جواو رافائيل رقم 8 المحترف البرازيلي في صفوف نادي الزمالك. 23-20 التقدم لصالح نادي الزمالك. الشوط الاول المباراه الاولى البيست اوف 3 بلاي اوف الدور النهائي الدوري المصري الممتاز. ارسال ما زال مع جواو، ياخد وقته جواو، سال سبايك، استقبال عبد الله نصر، اعداد الفيومي مركز اربعه، منصور بيضرب بقوه خارج الملعب، والحائط صد في حائط الصد، حكم اللقاء ناصر حمدي الدولي بيشاور ان الكره لمست هرنانديز، والنقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري. حائط صد ثلاثي، بيضرب منصور في ايد هرنانديز وسفاني وخارج الملعب، والنقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري. يعود على الارسال كريم حسين، لاعب مركز ثلاثة نزل مكانه ميدو رزق، على الإرسال ميدو رزق لاعب نادي الاتحاد وكابتن نادي الاتحاد، إرسال سبايك فلوتر، استقبال لجواو، مرفوعة سريعة، بيخطف حائط صد قوي جدا، تركيبة من أشرف أبو الحسن، ولكن أحمد أسامة ما اتحركش، مستني الجون، واخد حائط صد، حكاية، ويعود نادي الاتحاد مرة تانية في النتيجة والسكور، و 22-23 والإرسال ما زال مع ميدو رزق. 22-23 فارق اصبح نقطه وحيده، ولكن الافضليه والادفانتج في الهجوم مع نادي الزمالك. استقبال محمد رضا، اعداد بوش باص ابو الحسن بيحط لكن اريها هرنانديز، اعداد من ابو الحسن من الفيومي، لما تاني هشام يسري، مرفوع ابو الحسن تاني، وصاروخ ولكن خارج الملعب، صاروخ من يوسفاني هرنانديز ولكن خارج الملعب، ونقطه التعادل لصالح نادي الاتحاد. شايفين حضراتكم اعداد وهرنانديز طالع ولكن فين؟ خارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري. التعادل للمره الرابعه او الخامسه 23-23. الشوط الاول رايح مين على فين؟ الاتحاد ولا الزمالك؟ الزمالك ولا الاتحاد؟ وعلى الارسال ميدو رزق. ارسال ميدو، ارسالاته موجهه في مركز واحد عايز يوقف بيها.
الضرب من مركز اثنين، وادي اشرف الحسن في مركز اربعه تاني بيحط لعبه، لعبه نزل لمكان يوسفاني هرنانديز بيعلها له ابو الحسن، بيطلع من اعلى حوائط الصد وبيضرب بتغير اتجاهها وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. كان طرح رايح مع منصور ولكن ايده كده ما كانتش مشدوده، جت في ايده ونزلت داخل ملعب نادي الاتحاد، ويتقدم الزمالك 24-23. على الارسال يعود محمد مجدي الجول. سيت بوينت نقطه الشوط الاول لصالح نادي الزمالك. ارسال لمحمد مجدي، استقبال تياجو، اعداد بوش باص، منصور بيضرب بقوه في حوائط الصد وخارج الملعب، ومحمد محمود منصور بيحافظ على امال نادي الاتحاد السكندري في الشوط الاول، والتعادل في النقاط 24-24. شوط اول ناري قوي مثير بين الاتحاد السكندري والزمالك. الفيومي يعود على الارسال، خالد الفيومي، سالس بايك الفيومي، استقبال جواو، اعداد في مركز اربعه، لعبه بيضرب بقوه انسايد انسايد، محمد مصطفى كامل لعبه بيطلع يضرب كره صاروخيه من اعلى حوائط الصد داخل ملعب نادي الزمالك. شايفين حضراتكم لافف على اللاين وضارب في المكان الفاضي، ويتقدم الزمالك مره ثانيه 25-24. هشام يسرع على الارسال، واكيد سحب اشرف ابو الحسن ونزل رضا هيكل. اشرف رشاد اكيد زي ما قلت لحضراتكم فعلا رجع رضا هيكل، رضا هيكل تاني ارض الملعب. ارسال هشام، استقبال منصور، اعداد في مركز اربعه، فرنانديز بيضرب بقوه، دفاعات هيرفع محمد علي مرفوعه في مركز اربعه، ومحمد مصطفى كامل لعبه بيخلص بيخلص، ونقطه الشوط الاول لصالح نادي الزمالك بعد كره صاروخيه من مركز اربعه، بيطلع محمد مصطفى كامل لعبه على اللاين وبيطلع يضرب كره صاروخ، شايفين حضراتكم مرفوعه وطلع لف بجذعه من جنب منصور وحطها صاروخيه على الخط، ونقطه لصالح نادي الزمالك ليفوز نادي الزمالك بالشوط الاول 26-24. شوط اول لصالح نادي الزمالك على نادي الاتحاد السكندري. هنتابع ونشوف اعزائي المشاهدين رده الفعل عند نادي الاتحاد السكندري في الشوط الثاني، ولا نادي الزمالك هيضغط ويفوز بالشوط الثاني ويقرب من المباراه. شوط اول قوة مثير بين الزمالك والاتحاد، الاتحاد والزمالك نهائي الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022. يلا كمان في كمان في كمان يلا. واحمد سمير هو المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري مع كابتن جمال صبري رئيس الجهاز، بيتكلموا بقى مع لاعبيه. طبعا المباراة حلم حلم، نهائي الدوري المصري الممتاز تاني مرة في تاريخ نادي الاتحاد السكندري سيدي البلد. نادي الزمالك بقى بيبحث عن التتويج رقم 27 في تاريخه. نادي الزمالك الكبير في عالم الكرة الطائرة، أسماء وأسماء وأسماء، هتقول مين ولا مين؟ نول بقى كابتن جمال رحمة الله عليه، كابتن عزم رحمة الله عليه، عبد المجاهد، كابتن أحمد عبدام، أحمد مصطفى، محمد اللقاني مع حفظ ألقاب، عماد ناصر، محمد فتحي، عبد المعطي منصور، هاني عبد الحميد. أسماء كبيرة جدا في تاريخ نادي الزمالك. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين وعودة مع بداية الشوط الثاني. عودة مرة تانية اعزائي المشاهدين لاحداث اللقاء في انتظار بداية الشوط الثاني. شوط اول لصالح نادي الزمالك على نادي الاتحاد السكندري، وبدأ تشكيل نادي الزمالك بتشكيل مكون من اشرف ابو الحسن، محمد مصطفى كامل لعبة، محمد علي علي المهدي، رضا هيكل، محمد مجدي الجون، وجواو رافائيل، ومعهم ليبرو محمد رضا عبد المجيد. تشكيل نادي الاتحاد السكندري بدأ بخالد الفيومي معاه تياجو المحترف البرازيلي و فرنانديز ايفان، والصوره مع اشرف ابو الحسن نجم كبير اشرف ابو الحسن الحاوي اكبر لاعبي الدوري المصري، ومحمود منصور وكريم حسين، ومعاهم ليبرو عبد الله ناصر شعبان، احمد اسامه الجوكر لاعب مركز ثلاثه. والارسال مع اشرف ابو الحسن،
ارسال ابو الحسن، سبايك فلوتر، استقبال تياجو، اعداد سريع، بيضرب احمد اسامه لكن دفاعات ممتازه. محمد رضا عبد المجيد بيحطها لعبه بذكاء، محمد لعبه بذكاء بيحطها مباشره جايه منه، محمد رضا عبد المجيد بيلف جزعه ويحطها داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري، حطها في ايد خالد الفيومي وغيرت اتجاهه وخرجت خارج الملعب. والنقطه الاولى لصالح نادي الزمالك في احداث الشوط الثاني. ارسال ما زال مع الحاوي، ابو الحسن، اشرف، سالزباك فلوتر موجه، استقبال بالمال فيومي، اعداد احمد اسامه مرفوعه في مركز اربعه، منصور بيضرب بذكاء في حوائط الصد بخبره السنين، محمود منصور بيضرب في حوائط الصد وخارج الملعب، ونقطه التعادل لصالح نادي الاتحاد السكندري، بيضرب في رضا هيكل وخارج الملعب ويتعادل مره ثانيه في النقاط 1-1. ارسال مع الفيومي، استقبال محمد لعبه مرفوعه ثاني، ابو الحسن وصاروخ من جواو، جواو رافائيل تركيبه هجوميه، ابو الحسن وبيطلع جواو رافائيل بيضرب كره صاروخيه داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري، ما لحقش يعمل ايفان فرنانديز الهلب ويطلع امام جواو رافائيل، ولكن النقطه لصالح نادي الزمالك. 2 الزمالك، 1 الاتحاد السكندري. ارسال مع محمد مصطفى كامل لعبه، ارسال سبايك لعبه، استقبال عبد الله نصر شعبان، اعداد الفيومي مرفوعه في مركز اربعه، وايفان بيضرب بقوه لكن خارج الملعب، خارج الملعب، ايفان فرنانديز بيضرب من اعلى حوائط الصد ولكن خارج الحد النهائي لملعب نادي الزمالك، ويتقدم نادي الزمالك بثلاث نقاط مقابل نقطه. ارسال ما زال مع لعبه، لعبه بياخد وقته على الارسال، التقدم 3-1 للزمالك على الاتحاد، ارسال قصير بذكاء ولكن في الشبكه، حب يلعب ارسال قصير مكير بخبز ولكن بتيجي في الشبكه، ونقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري. لا كده لعيبه نادي الاتحاد السكندري مأخرين كده، حب يحطها برس الايد ولكن ما خدمتش لعب. ارسال يعود مع مصطفى، مع منصور، محمود منصور المني، استقبال محمد رضا مرفوع، ابو الحسن في مركز 2، رضا هيكل صاروخيه، رضا هيكل بيضرب صاروخ في الزاويه القصيره في مركز 1 بعد اعداد اكثر من ممتاز من ابو الحسن، وبيطلع رضا هيكل بيضرب صاروخ داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يعود على الارسال محمد علي المهدي، والتقدم لصالح نادي الزمالك 4 نقاط مقابل نقطتين. ارسال المهدي، استقبال عبد الله نصر مرفوعه في مركز 3، اسامه بيضرب لكن دفاعات ممتازه من محمد علي، بيحطها تاني رضا، دفاعات من الفيومي بيلحقها عبد الله نصر، هيعديها تاني الفيومي بيحطها في مكان صعب لكن بيلمها لعبه، مرفوعه ابو الحسن تاني، يا سلام عليك محمد يا مجدي، يا سلام عليك ابو الحسن، ابو الحسن بيعلق كره سريعه تو باص من ظهر المعد من ظهره، وطلع محمد مجدي الجون وطلع ضرب كره صاروخيه، احمد اسامه كان رايح كده ناحيه مركز 4 وابو الحسن بذكاء علقها بذكاء وثبت فيها ملعب نادي الاتحاد السكندري. ارسال مع محمد مهدي، استقبال عبد الله نصر، اعداد الفيومي مرفوعه في مركز 4 وبيضرب تياجو، دفاعات من محمد لعبه، ترجع تاني جواو رافائيل بيحطها، يا سلام، لكن عبد الله نصر قريها بيلمها تاني، رضا هيكل مرفوعه تاني في مركز 2 بيحطها برس الايد، عبد الله نصر في المعاد مرفوعه تاني الفيومي، وايفان بيضرب بقوه بقوه، يا ولد يا ولد يا ولد، وإيفان بيضرب بقوة من مركز 2 على اللاين، بتنزل عند التقاء الحدين النهائي والجانبي لملعب نادي الزمالك، ونقطة لصالح نادي الاتحاد السكندري. حلو الكلام، لما بتظبط الدفاعات الراليات بتكتر، المتعة والإثارة بتزيد، المتعة والإثارة بتزيد، 3 الاتحاد 5 الزمالك. والإرسال مع أحمد أسامة، إرسال، استقبال جواو، ابو الحسن بيعليه، يرجع تاني بيحطها محمد مجدي، دفاعات محمد مجدي لرضا عبد المجيد مرفوعه تاني سريع، يا ولد يا ولد يا ولد، ابو الحسن يتالق في الرفع السريع من منتصف الشبكه، ومحمد مجدي بيضرب صاروخه صاروخه، ابو الحسن بيقطف بيعلق كره سريعه ومحمد مجدي بيخطفها خطف والله داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. 6 الزمالك، 3 الاتحاد السكندري. والارسال يعود مع رضا هيكل الاباتشي، الابرش الزملكاوي رضا هيكل على الارسال، سال خارج الملعب من رضا، واربعه الاتحاد 6 الزمالك. على الارسال يعود ايفان فرنانديز،
عندنا يوسفاني هيرنانديز ولكن خرج ونزل مكانه لعبه، ولكن لسه موجود في الملعب ايفان فرنانديز. فرنانديز ارسال سبايك، استقبال جواو، اعداد محمد رضا عبد المجيد، اوت اوف سيستم، بيطلع يحط بريست الايد، اريها والله ايفان مرفوعه بمركز اربعه، تياجو بيضرب وحاط صد، تغطيه ممتازه من منصور، مرفوعه تاني لتياجو بيضرب بقوه لكن خارج الملعب، خارج الملعب من تياجو، خارج الحد الجانبي لملعب نادي نادي الزمالك. يتقدم نادي الزمالك بسبع نقاط مقابل اربعة، والارسال ما زال مع جواو رافائيل، او يعود على ارسال جواو رافائيل. جواو ارسالاته قوية، جواو سالس بايك، استقبال تياجو متوسط، مرفوع الفيوم مركز اربعة، بيطلع يضرب بقوة في حائط الصد، ترجع تاني بالمريض هيكل، مرفوع ابو الحسن ومحمد مصطفى جابر، صاروخ صاروخ يا لعبة، صاروخ يا لعبة من اعلى حوائط الصد، بيطلع يضرب بأريحية بأريحية، محمد مصطفى كامل لعب زي الغزال، بيطلع ويطير ويطلع يضرب كرة صاروخية في منتصف ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الزمالك بثمان نقاط مقابل اربعة، والارسال ما زال مع جواو رافائيل. بدأ التوتر يظهر في ملعب نادي الاتحاد السكندري، لان اشرف ابو الحسن من وقت ما نزل و عامل قلبان في ملعب نادي الزمالك. استقبال لعبه تاني بياخدها بيلمها ابو الحسن، بيرفعها وصاروخيه بيحطها لكن بيحطها بليس، بيلمها تاني مرفوعه بمركز واحد، وايفان بيضرب بقوه في حوائط الصد، ده ولا ده ولا ده ولا، بيضرب ايفان فرنانديز في حوائط الصد وخارج الملعب، ويحافظ على امال نادي الاتحاد السكندري وياخد النقطه رقم خمسه لصالح نادي الاتحاد السكندري. 5-8، وعلى الارسال يعود تياجو، تياجو على الارسال، ارسال سبايك، استقبال محمد رضا عبد المجيد، ابو الحسن اعداد في مركز واحد، رضا هيكل بيضرب بقوه من مركز واحد، بيلف بريست ايده ويحطها صاروخيه في منتصف ملعب نادي الاتحاد السكندري ويخلص الكلام، ونقطه لصالح نادي الزمالك. من اعلى الفيومي من مركز واحد بذكاء بيحطها رضا هيكل في منتصف ملعب نادي الاتحاد. على الارسال يعود محمد مجدي، الجون لاعب مركز ثلاثة، ارسال سبايك في لوتر، استقبال عبد الله نصر شعبان، الفيومي اعداد، محمود منصور بيضرب بقوة، دفاعات ممتازة من جواو، مرفوعة في مركز اربعة، لعبة بيحطها برس الايد، اريها ايفان، مرفوعة تاني في مركز اربعة، منصور بيضرب وبقوة المرة دي بيضرب منصور من مركز اربعة من حائط صد ثلاثي، بيضرب برس ايده بذكاء وياخد النقطة لصالح نادي الاتحاد السكندري. صد ثلاثي ولكن ابو الحسن ما طلعش وضرب من جنب ايد محمد علي علي المهدي، وستة للاتحاد السكندري، تسعة الزمالك، والارسال مع كريم حسين حسين. ارسال سبايك فلوتر، استقبال جواو، اعداد ابو الحسن، محمد مهدي بيضرب بقوه سريعيه سريعه قويه صاروخيه تيجي في حوائط الصد، ما بيلحقهاش لاعبي نادي الاتحاد السكندري. فين حضراتكم ابو الحسن بينوع لعبه، و الارسال جاي مظبوط، الاستقبال جاي مظبوط، اول اختيار لنص الملعب بيلعب كرات سريعه خاطفه بيطلع يخطفها محمد علي المهدي ومحمد مجدي. ارسال وضرب صح قوي من منصور، بيضرب بقوه في الزاويه القصيره، بتيجي بايد محمد رضا عبد المجيد وخارج الملعب. تمركز ممتاز ولكن لف كده بجزعه مع الكوره وخارج الملعب. على الارسال يعود الفيومي، ارسال سبايك الفيومي، استقبال لعبه، اعداد محمد رضا عبد المجيد، مرفوع على رضا هيكل، بيضرب بيحطها برس الايد، دفاعات وتغطيه ممتازه من ابو الحسن، مرفوعه من جواو وبيضرب بيحطها تاني لكن الفيومي في المعاد، مرفوعه من عبد الله نصر، ايفان بيحطها برس الايد، يا سلام ايفان بيحطها بذكاء، ثبت فيها ملعب نادي الزمالك، بيحطها من اعلى حوائط الصد برس ايده، بتنزل في منتصف ملعب نادي الزمالك. شايفين حضراتكم حطها بذكاء حوائط الصد قافله، ومحمد علي المهدي جاي قافل الزاويه زي الصقر، حطها برست ايد بذكاء، وارسال تاني الفيومي، ابو الحسن اعداد، تركيبه هجوميه بيحطها لكن اريها عبد الله نصر، مرفوعه تاني في مركز اربعه، منصور بيضرب بقوه بذكاء بخبره في حوائط الصد وخارج الملعب. يعود الاتحاد السكندري مره تانيه في السكور 9-10.
9 10 قلت لحضراتكم الدفاعات والتمركزات الدفاعيه بتعطي الفارق مع الفريق. اي فريق بيظبط دفاعاته بيخلص بالهجوم بتعطي له الافضليه والتقدم. والاتحاد السكندري بفضل الدفاعات الممتازه في خلال الثلاث اربع نقط اللي فاتوا قدر يعود تاني في النتيجه والسكور 9 10. تايم اوت طلبوا اشرف ابو الحسن اشرف فرشاد المدير الفني نادي الزمالك معاه وليد عبد العال المدرب العام. طبعا لقوا النادي الاتحاد السكندري كده رجع تاني في النتيجه والسكور بعد ما كان الفارق اربع نقاط وخمس نقاط اصبح الفارق نقطه واحده. تعليمات وتوجيهات من احمد سمير المدير الفني نادي الاتحاد السكندري مع خالد الفيومي معد الفريق. هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيسفر عنه هذه التعليمات، ايه اللي هتسفر عنه هذه التعليمات. ارسال مره ثانيه مع الفيومي. وبعد انتهاء التايم اوت وتسعه الاتحاد 10 الزمالك. ارسال مع الفيومي. سالس بايك استقبال لعبه على الشبكه احمد اسامه. تداخل الكره لسه على الشبكه ابو الحسن بذكاء طلع كده ودبس فيها احمد اسامه ونقطه لصالح نادي الزمالك. من حضراتكم لسه الكره في ملعب نادي الزمالك كره واضحه وصريحه على الشاشه امام حضراتكم الكره لسه لم تتجاوز الحافه العليا للشبكه. الارسال يعود مع محمد مصطفى كامل لعبه والتقدم لصالح نادي الزمالك 11 9. احمد سمير مش عاجبه القرار لكن القرار مظبوط حكم اللقاء مظبوط. كره على الشاشه لم تتجاوز الحافه العليا للشبكه. ارسال لعبه في الشبكه والفيومي بيشكر ربنا ونقطه لصالح نادي الاتحاد و10 11. والشوط الثاني الاتحاد يعود في السكور والنتيجه ويصبح الفارق نقطه وحيده. والارسال يعود مع محمود منصور الماني على الارسال سبايك فلو سبايك منصور بيلعب استقبال جواو مرفوعه في مركز اثنين وصاروخ من رضا دفاعات ممتازه من الفيومي. اعداد من عبد الله نصر مرفوعه في مركز اثنين وبيضرب حائط صد ناري حائط صد ثلاثي فولاذي ناري زملكاوي. رضا هيكل ضامم واخد حائط صد ولا اروع داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. شايفين حضراتكم ضامم من فينين وهو اللي واخد حائط الصد وقافل امام الهجوم القوي امام ايفان فرنانديز. 12 الزمالك 10 الاتحاد السكندري. والارسال معود يعود مره ثانيه مع محمد علي المهدي. ارسال سبايك المهدي في الشبكه. الارسالات بدات تبقى كثيره جدا ضايعه في ملعب نادي الزمالك. وهنتابع بقى نشوف الاتحاد السكندري هيضغط بالارسال ولا هيعمل ايه. 11 الاتحاد 12 الزمالك. ارسال مع الجوكر احمد اسامه. ارسال سبايك في الوتر موجه استقبال جواو اعداد في مركز اثنين. رضا هيكل بيضرب بقوه يا ولد بريست الايد بيحطها بزاويه حاده من مركز اثنين لمركز اثنين بيحاول عليها ايفان فرنانديز ولكن بتيجي في ايده وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الزمالك مره ثانيه 13 11. وعلى الارسال يعود رضا هيكل العائد من ريحه احتراف في بلغاريا العائد مره ثانيه لبيته نادي الزمالك. ارسال مع هيكل رضا سالس بايك استقبال عبد الله نصر اعداد الفيومي بيضرب كريم حسين ولكن الجون قال له تعال واخد حائط صد حكايه محمد مجدي الجون قافل زاويه العبور امام الكره وقاريها وقافل الزاويه واخد حائط صد حكايه داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الاتحاد 14 11 والارسال ما زال مع رضا هيكل. رضا هيكل على الارسال ياخد وقته ارسال سبايك ارسال قوي ولكن في الشبكه ولكن الافضليه والتقدم ما زالوا صالح نادي الزمالك بفارق نقطتين 14 12 12 الاتحاد 14 الزمالك. والارسال يعود مره ثانيه مع نادي الاتحاد السكندري والارسال مع ايفان فرنانديز. ايفان على الارسال لاعب الفنزويلي المحترف من اول الموسم مع صفوف نادي الاتحاد السكندري. ارسال استقبال محمد رضا اعداد احمد فتحي هشام يسري بيضرب بقوه يا ولد اعداد اكثر من ممتاز من محمد فتحي احمد فتحي بيطلع هشام يسري بيطلع يضرب بقوه في حوائط الصد
وبتغير اتجاهها وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد. يتقدم الزمالك بفارق 3 نقاط مره ثانيه 15-12، والارسال مع القدير جواو رافائيل. ارسال جواو، استقبال تياجو، اعداد مركز واحد، ايفان بيضرب بقوه، حائط صد ناري، حائط صد ناري، محمد مجدي الجون هيجنن، واخد حائط صد حكايه داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. شايفين حضراتكم ولد قاريها ومستنيها ورايح ومضامم ومتحرك وقافل الزاويه واخد حائط صد دوا داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الزمالك بفارق 4 نقاط 16-12، والتايم اوت طلبه احمد سمير المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري. تعليمات وتوجيهات الجهاز الفني لنادي الزمالك اشرف رشاد وليد عبد العال مع احمد شعلان المدير الاداري مع كل الجهاز، حسين حسني عبد الرازق واحمد عبد العزيز وسعيد ابو العيله، كل يمني النفس بالفوز بالمباراه الاولى في البيست اوف 3 نهائي الدوري المصري الممتاز. نادي الزمالك بيلعب على المباراه النهائيه بعد ما لقى صعوبات في بدايه الموسم، ولكن بعد التدعيمات القويه يوسفاني هرنانديز وجواو رافائيل وعوده رضا هيكل نجح في العوده مره ثانيه واللعب على المباراه النهائيه والبطوله، يبحث عن البطوله رقم 27. ارسال لجواو رافائيل، استقبال تياجو، اعداد الفيومي مرفوعه في مركز 4 بيحطها، لكن دبل باص، دبل باص، حكم اللقاء ناصر حمدي بيشاور دبل باص ويصفر على خالد الفيومي، والزمالك بيفرض سيطرته على احداث الشوط الثاني بفارق 5 نقاط 17-12 17-12، والارسال مع جواو رافائيل، مازال ارسالاته قويه جواو، ظابط الملعب، ظابط الملعب في ملعب نادي الزمالك، بالارسال والاستقبال والديفنس عن الملعب في مركز 6. ارسال قصير، استقبال كريم مرفوعه في مركز 4 بيحطها تياجو، لكن قريها محمد مجدي مرفوعه تاني في مركز 4، لعبه بيضرب بقوه في حوائط الصد وخارج الملعب، ولعبه بيضرب بقوه في حوائط الصد وخارج الملعب، ويعطي الافضليه والتقدم لصالح نادي الزمالك بفارق 6 نقاط 18-12. اضطر احمد سمير المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري يطلب التايم اوت الثاني ليه. 18-12 الزمالك خلاص في الشوط الثاني فرض سيطرته على احداث الشوط الثاني وفارق ب6 نقاط على نادي الاتحاد السكندري. انتهى التايم اوت وعاد لاعبي الفريقين مره ثانيه لارض الملعب والتقدم لصالح نادي الزمالك 18-12. وادي احمد سمير مع عمرو راشد بيحاولوا يوقفوا تقدم نادي الزمالك، ولكن هنتابع ونشوف اللي هيحصل، تغيير هيحصل وهو احمد سمير بيدور على تغيير، ولكن الاتحاد السكندري السنه دي بجهازه الفني عامل انجاز واعجاز بوصوله للمباراه النهائيه. ارسال مع جواو رافائيل 18-12، استقبال تياجو، ابو الحسن الفيومي اعداد وبيضرب بقوه تاني لكن خارج الملعب، ايفان فرنانديز عكس لعب هايل من الفيومي ولكن بتيجي في النت الشبكه وخارج الملعب، ضرب من ايفان فرنانديز بيضرب من المنطقه الخلفيه ولكن في نت الشبكه وخارج الملعب، ويتقدم الزمالك 19-12، والارسال ما زال مع جواو رافائيل. تغيير هنشوف التغيير في ملعب مين، ملعب نادي الاتحاد السكندري، ولكن الارسال ما زال مع جواو، هنشوف مين طلع ومين نزل، واقول لحضراتكم نزل اسلام عبد السميع، هنشوف مين اللي خرج. ارسال مع جواو رافائيل، ما زال ارسال سبايك، استقبال اسلام، اعداد عبد الله نصر هيعديها سهله، سيسي ترجع تاني، استقبال مرفوعه تاني، مرفوعه تاني سريع ويضرب يا ولد يا هشام يا اسري، كرة مرفوعة من أحمد فتحي بالمقاس إن سيستم، كرة سي باص من مركز 2 بيطلع يضربها هشام يسري، صاروخية صاروخية على اللاين داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. الزمالك خلاص يصول ويقول في أرض الملعب في الشوط الثاني، الفارق 8 نقاط 20-18 بفضل الإرسالات القوية لجواو رافائيل والإعداد المتميز لكل من أحمد فتحي وأشرف أبو الحسن. إرسال سبايك، استقبال إسلام عبد السميع، اعداد من منصور، اسلام بيحطها برس الايد، دفاعات ممتازه، ترجع تاني بالما تياجو، اعداد السيسي مرفوعه في مركز 4 بيضرب بقوه خارج الملعب، خارج الملعب
ويتقدم الزمالك للنقطة 21-12 21-12 التقدم لصالح نادي الزمالك. ارسال مرة تانية مع جواو رافائيل. ارسال جواو. استقبال تياجو متوسط اعداد سيسي مرفوع في مركز اثنين بيحطها لكن وحشة جدا وحشة جدا وحشة جدا في الشبكة او في العصا الهوائية. والنقطة رقم 22 لصالح نادي الزمالك. ارسال مرة تانية مع جواو. والتقدم 22-12 فرق 10 نقاط. وسحب بقى الفيوم ونزل مكانه رقم 10 محمد سيد احمد السيسي. هنتابع ونشوف اللي هيحصل. ارسال جواو رافائيل. استقبال منصور مرفوعه في مركز 4 وبيضرب بقوه اسلام لكن حاط صد قوي ناري. حكايه حكايه هشام يسري ومحمد مجدي الجون ولعب واخدين حائط صد قافلين الشبكه. حوائط الصد الزملكاويه في هذا اللقاء والشوط الثاني بالتحديد واخدين حوائط صد فولاذيه داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. 23-12 23-12 والارسال ما زال مع جواو رافائيل. ارسال جواو. استقبال منصور اعداد محمد سيد احمد مرفوعه ثاني اسلام عبد السميع بيضرب في حوائط الصد ولكن حكم اللقاء ناصر حمدي بيقول نو تاتش. وهشام يسري في اخر لحظه سحب ايده وخلى اسلام يضرب ولكن خارج الملعب خارج الملعب. ونقطه الشوط الثاني لصالح نادي الزمالك 24-12 ضغط مستمر من لاعبي نادي الزمالك مش عايزين يعطوا فرصه للاعبي نادي الاتحاد السكندري للعوده في اللقاء مره ثانيه. ارسال مع جواو. سالس بايك. استقبال منصور اعداد مرفوع في مركز 4 سامع عبد السميع بيضرب ولكن خارج الملعب. الانسايد انسايد انسايد حكم اللقاء ناصر حمدي بيشاور الكره انسايد. والنقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري. 13 الاتحاد 24 الزمالك والارسال يعود مع نادي الاتحاد السكندري مع تياجو. تياجو المحترف البرازيلي في صفوف نادي الاتحاد السكندري. ارسال تياجو في الشبكه وينهي بيها الشوط الثاني لصالح نادي الزمالك ليفوز نادي الزمالك بالشوط الثاني 25-13 ويتقدم بشوطين مقابل لا شيء لنادي الاتحاد السكندري. هنتابع ونشوف اللي هيحصل مع بدايه الشوط الثالث. هل بقى نادي الزمالك هيضغط ويخلص الشوط الثالث والمباراه لصالحه ولا نادي الاتحاد السكندري هيكون ليه راي اخر؟ ده اللي هنتابعه اعزائي المشاهدين مع بدايه الشوط الثالث. استراحه قصيره اعزائي المشاهدين وعوده مع بدايه الشوط الثالث. كويس 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 كمل كمل عودة مرة تانية اعزائي المشاهدين لاحداث اللقاء في انتظار بداية الشوط الثالث. التقدم بشوطين لصالح نادي الزمالك على نادي الاتحاد السكندري سيد البلد في الدور النهائي للدوري المصري الممتاز. مباراة البلاي اوف البيست اوف 3 المباراة الأولى. الزمالك متقدم فيها بشوطين على نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري من الأندية العريقة في الدوري المصري الممتاز. قلت لحضراتكم حصل قبل كده على بطولة كأس مصر موسم 96-97. كان ساعتها المدير الفني نادي الاتحاد السكندري الكابتن محمود مشالي. بيعود بقى نادي الاتحاد السكندري بعد سنين سنين
ويلعب المباراة النهائية أمام العملاق الكبير نادي الزمالك الذي يبحث عن البطولة رقم 27 في تاريخه في بطولة الدوري المصري الممتاز. أدي أشرف رشاد المدير الفني لنادي الزمالك على التدعيمات القوية التي قام بها نادي الزمالك باستخدام يوسفاني هرنانديز وجواو رافائيل وعبدة رضا هيكل. نجح نادي الزمالك في العبور للمباراة النهائية ويبحث عن اللقب 27. رجع تاني اتحاد السكندري تشكيله والفيومي وإيفان فرنانديز ومحمود منصور الماني ودياجو ومعاهم أحمد أسامة وكريم حسين وليبرو عبد الله ناصر شعبان. نادي الزمالك مستمر في تشكيله الرئيسي، جواو رافائيل، محمد مصطفى كامل لعبه، ورضا هيكل، ومحمد مجدي الجون، ومحمد علي علي المهدي، ومعاهم ليبرو محمد رضا عبد المجيد. ارسال مع نادي الاتحاد السكندري، ارسال مع الفيومي، في انتظار صافرة حكم اللقاء ناصر حمدي للفيومي وعطاله الصافرة. ارسال الفيومي في الشبكة واولى النقاط في الشوط الثالث من نصيب نادي الزمالك. ارسال يعود مع لعبة محمد مصطفى كامل لعبة، احد الصفقات الرابحة المنتقل من صفر الاتحاد السكندري للزمالك. وادي هرنانديز بيحطها بذكاء في اضحاءات الصدر ده هيكل، وناصر حمدي بالمرصاد واقف ولقط الكره الماضيه وحسبها على نادي الزمالك. رضا هيكل بيقول ما لمستنيش، ولكن حكم اللقاء ناصر حمدي. لمساك يا رضا، لمساك يا رضا. والتعادل في النقاط مره ثانيه 1-1. ارسال محمود منصور الماني، ارسال منصور في الشبكه من منصور، والاخطاء بادئه كده كتيره مع الشوط الثالث من لاعبي نادي الاتحاد السكندري. ارسالين ضائعين ورا بعض من لاعبي نادي الاتحاد السكندري. ينتقل ارسال نادي الزمالك والارسال مع المهدي. استقبال عبد الله ناصر امتياز، الفيومي، الفندر هرنانديز او فرنانديز بيضرب صاروخيه، اعداد اكثر من ممتاز بحائط صد فردي، وفرنانديز بيطلع برست ايده بيضرب من مركز اثنين صاروخ داخل ملعب نادي الزمالك. فيومي لعب على المساحه وثبت محمد مجدي الجون وعكسها في مركز اثنين لفرنانديز وطلع ضرب بقوه. ارسال واستقبال ولعبه بيضرب بقوه من منطقه الخلفيه زي الغزال. تركيبه هجوميه رائعه ابو الحسن للعبه. موجه ثالثه بيطلع يضرب بكل قوه، شايفين حضراتكم موجه ثالثه وبيحاول معاها، ولكن الفيومي فيومي جت في ايده وخرجت خارج الملعب. ينتقل ارسال للزمالك مع رضا هيكل. ارسالاته قويه رضا، ارسال سبايك. استقبال من كريم مرفوعه بمركز اربعه، تياجو بيحط برس الايد، يا سلام، لكن رضا هيكل بيلحقها ما بيلحقهاش. حكم اللقاء ناصر حمدي بيقول نزلت تاتش فلور ولمست ارض الملعب بعد كره مسقطه من اعلى حوائط الصد بذكاء بيحطها تياجو داخل ملعب نادي الزمالك. 3-3. ارسال يعود مع ايفان فرنانديز، ارسال سبايك خارج الملعب، ويتقدم الزمالك مره ثانيه 4-3، ويتقدم في الاشواط بشوطين مقابل لا شيء. ارسال يعود مع المتالق في هذا اللقاء جواو رافائيل. جواو ارسال سبايك قوي، استقبال تياجو متوسط، اعداد الفيومي مرفوعه بمركز واحد بيحطها ايفان، دفاعات ممتازه من رضا هيكل، مرفوعه تاني بمركز واحد وبيضرب بقوه صاروخ تيجي في رجل ناصر شعبان بيلحقها الماني، تعديها تاني سهله كريم او ايفان. استقبال محمد رضا مرفوعه تاني، التركيبه هجوميه صاروخيه بيضرب المجدي، ترجع تاني في ملعب نادي الزمالك، ولكن حكم اللقاء بيشاور ان الكره لمست ارض الملعب ونقطه لصالح نادي الزمالك. قلت لحضراتكم ابو الحسن بيعلق كرات بيخطفها محمد مجدي، خطف والله خطف داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري.
التقدم مستمر لصالح نادي الزمالك 5 نقاط مقابل 3، والارسال ما زال مع جواو رافائيل. جواو ارسال سبايك قوي، استقبال تياجو، اعداد ناصر شعبان، مرفوعه بمركز واحد بيحطها لكن اريها الجون ومستنيها، مرفوعه تاني بوش باص محمد مصطفى كامل لعبه، دبل باص دبل باص، حكم اللقاء ناصر حمدي بيصفر دبل باص على ابو الحسن، والنقطه الرابعه لصالح نادي الاتحاد السكندري 4-5. الارسال يعود مع تياجو، استقبال لعبه، اعداد في مركز 4 بيضرب بقوه، يا ولد يا ولد يا ولد، بيطلع يضرب بقوه من اعلى حوائط الصد، تيجي في ايد عبد الله ناصر شعبان، ونقطه لصالح نادي الزمالك. اعداد من اشرف ابو الحسن، ولعبه زي الغزال، بيطلع يضرب بقوه من مركز 4 من اعلى حوائط الصد داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الزمالك 6-4، والارسال يعود مع محمد مجدي. سالس باك فلوتر موجه، استقبال اس بعد خطأ في الاستقبال، طلقة في الارسال من محمد مجد، بتيجي في ايد تياجو وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري، حرك فيها عمل كل حاجة خطأ، الكرة ما تستقبلش كده خالص ولا تتاخد صوابع من اعلى، كرة سريعة قوية ومش مركزه، ولكن عمل فيها كل حاجة غلط تياجو النقطة الماضية او الاستقبال الماضي. اكيد في تغيير في ملعب نادي الاتحاد السكندري، هنتابع ونشوف اللي هيحصل. ملعب متوقف، وضع اشرف رشاد بيتنفس الصعداء وبيشرب كده ميه بعد ما تقدم فريقه بشوطين، وتقدم في الشوط الثالث ب7 نقاط مقابل 4. ارسال محمد مجدي، استقبال عبد الله ناصر، اعداد الفيوم بيضرب كريم حسين، بيلاقيها تاني ايفان، مرفوعه في مركز واحد بيحطها برس الايد، دفاعات ممتازه جواو، يا سلام يا ابو الحسن، لكن اريها تياجو، مرفوعة تاني بمركز 4، منصور بيضرب بقوة، دفاعاته الأروع من لعب، أبو الحسن مرفوعة تاني بمركز 4 وصاروخ ولكن في الشبكة من لعب، بيضرب من قوة بقوة من مركز 4 محمد مصطفى كامل لعبة ولكن في الشبكة، والنقطة لصالح نادي الاتحاد السكندري. 5 للاتحاد 7 نادي الزمالك. محمد مصطفى كامل لعبة، حب يلف على اللاين ولكن وطيت منه الكرة وجت في الشبكة، ونقطة لصالح نادي الاتحاد. 5 للاتحاد 7 الزمالك. طبعا لازم عمال الملعب كده لازم ينزلوا بعد ما شفنا كده لعيب نادي الزمالك في الديفنسات، لازم الملعب يبقى جاهز، اهم حاجه عندنا سلامه اللاعبين، العرق والمجهود المبذول، في شويه نقطه ميه على الملعب. ارسال ومرفوعه تاني في مركز واحد، وضرب صحه قوي من رضا هيكل ولكن خارج الحد الجانبي لملعب نادي الاتحاد السكندري، ويعود الاتحاد مره ثانيه في السكور 6-7. مرفوع من ابو الحسن ولكن رضا هيكل بيضرب بقوه ولكن خارج الحد الجانبي لملعب نادي الاتحاد السكندري. ارسال مع كريم حسين، استقبال محمد رضا امتياز، مرفوعه في مركز واحد تاني، رضا هيكل بيضرب بقوه، ترجع تاني بيحطها مركز واحد لكن من امام محمد رضا، اعداد ابو الحسن في مركز 4 محمد مصطفى كامل لعبه، بيحطها بذكاء، يا ولد يا ولد يا ولد، بيحطها بذكاء برست ايده من اعلى حوائط الصد في المكان الفاضي في مركز 4، تحكم ورؤيه وكنترول اكثر من ممتاز، حطها بريست ايده، وتياجو بطيء جدا في الكره الماضيه، ونقطه لصالح نادي الزمالك ليتقدم 8-6. ارسال مع الحاوي اشرف ابو الحسن، ارسال سبايك فلوتر موجه، استقبال تياجو امتياز ابو الفيومي، ضرب صحك من فرنانديز، دفاعات ممتازه رافائيل، مرفوعة تاني ليه ابو الرضا، يا سلام بيردها عليه لكن الفيومي في المعاد، يعديها سهلة، شانس بول، ابو الحسن اعداد في مركز 3 وحائط صد قوي، حائط صد قوي، المنصور المني قاري الكورة ومستني التو باص لرضا هيكل وطلع واخد حائط صد دوا داخل ملعب نادي الزمالك. ابو الحسن حب يلعب كده يهاجم باتنين سريع ومعليها رضا اكل ولكن منصور مستنيها وقافل اللاين وموجه ريست ايده، ونقطه صالح نادي الاتحاد. استقبال لعبه ابو الحسن اعداد في مركز 2 وبيضرب بقوه، حائط صد ثاني، حائط صد ثاني بالكربون يا حبيبي بالكربون، احمد اسامه ومنصور المني محمود منصور واخدين حائط صد داخل ملعب نادي الزمالك، ويتعادل الفريقان مره ثانيه في النقاط في الشوط الثالث 8-8. والارسال مع الفيومي، خالد الفيومي،
ارسال الفيومي، استباله جواو، بوش باص في، لا تركيبه هجوميه وبيضرب صاروخ، صاروخ يا جواو، تركيبه هجوميه رائعه من مركز ست، بيعلقها له ابو الحسن، وجواو جاي طاير زي الصقر وبيطلع يضرب قويه في مركز واحد داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الزمالك مره ثانيه 9-8. والارسال مع محمد كامل لاعب. ارسال استقبال منصور الفيومي اعداد، حطها تاني ولكن متجاوز المنصور الفيومي، كره في ملعب نادي الزمالك ورفعها كده ولمسها والكره داخل ملعب نادي الزمالك. لو كان يعني كده سابها كان ممكن يخدع بيها جواو رافائيل، ولكن كلام حكم اللقاء مظبوط، والنقطه العشرة لصالح نادي الزمالك، والارسال ما زال مع محمد مصطفى كامل لعبه. ارسال لعبه سال سبايك، استقبال تاني بلمها ابو الحسن، مرفوعه في مركز اثنين، بيطلع يضرب بكرة ده هيكل، دفاعات من الفيومي ولكن ما بتعلاش معاه، بتيجي في ايده وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري كده بيجيله لحظات فوقان ولكن بيعقبها بعديها لحظات اخطاء في وقت صعب، بيعطي الافضليه والتقدم لصالح نادي الزمالك. طلب تايم اوت احمد سامي، انه بعد ما نجح فيه يعود في السكور ويتعادل 8-8، ثلاث اخطاء كده مباشره من لاعبي نادي الاتحاد اعطوا الافضليه والتقدم مره ثانيه لصالح نادي الزمالك 11-8. انتهى التايم اوت. والارسال ما زال مع محمد مصطفى كامل لعبه. عاد لاعبي الفريقين مره ثانيه والمباراه عديد بعد ما تقدم الزمالك بشوطين مقابل لاجئين نادي الاتحاد. هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التايم اوت. هل الزمالك هيخلص ولا الاتحاد هيعود؟ ارسال لعبه، استقبال ناصر شعبان، مرفوع في مركز اثنين، منصور بيضرب بقوه في حلقه الصد، جواو رافائيل وفي ايد مصطفى كامل لعبه وخارج الملعب، والنقطه التاسعه لصالح نادي الاتحاد السكندري 9-11. والارسال مع منصور، محمود منصور الماني. ارسال استقبال عبد المجيد، مرفوعه سريعه، بيخطف المهدي، يا ولد يا ولد، ابو الحسن بيعلق كره وبيطلع محمد المهدي، بيطلع يضرب صاروخ، بيحاول معاه محمود منصور، بتيجي في ايده ولكن ما بتعلاش معاه وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. شايفين حضراتكم محمد المهدي خاطف كره مخطوفه خطف والله، ابو الحسن علقها له، طلع خطفها من بين ايد احمد اسامه، ويعود على الارسال محمد عادل مهدي 12-9. ارسال ولكن خارج الملعب، ارسال قوي من محمد عادل مهدي ولكن خارج الملعب، والاتحاد السكندري اصبح 10 نقاط، الزمالك اصبح 12 نقطة. ارسال احمد اسامة، استقبال جواو، ابو الحسن بوش باص، بيطلع يضرب بقوة، صاروخ يا ولد بزاوية حادة من مركز اربعة لمركز اربعة، جواو رافائيل بيضرب صاروخ متألق في هذا اللقاء، جواو رافائيل، ابو الحسن اداله كرة بوش باص، طلع ضرب صاروخ في بلدياته وزميله تياجو وقال له انت ايه اللي جابك هنا، وراح مديله كره صاروخ جت فيه خارج الملعب، و13 الزمالك 10 الاتحاد السكندري. خرج ابو الحسن ونزل مكانه احمد فتحي تاني. ارسال مع الزمالك، ارسال رضا هيكل، استقبال اعداد، مركز اربعه بيضرب بقوه، حائط صد قوي، ناري فولاذي، هشام يسري، محمد مجدي، واخدين حائط صد امام تياجو، ويتقدم الزمالك بفارق 4 نقاط. سحب ابو الحسن ونزل هشام يسري، وبعد الارسال لرضا هيكل هيسحب رضا هيكل وينزل احمد فتحي. تغطيه مش موجوده على الضارب داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري، كريم حسين كده واقف كانش متوقع ان حوات الصد هتقفل وتاخد حوات صد الماضي، والارسال ما زال مع رضا هيكل. ارسال اس ارسال قوي جدا من رضا هيكل، بيلعب ارسالات قويه، بتيجي في ايد محمود منصور
وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري. يتقدم الزمالك بفارق 5 نقاط 15-10. ارسال مازال مع رضا هيكل الاباتشي. ارسال استقبال منصور امتياز المرادي فيومي اعداد بيحطها كريم محمد لعبه في المعد مرفوعه من الجون لجواو لكن بيحطها وحشه جدا وحشه جدا اعداد سيء من محمد مجدي بيحاول يعديها جواو رافائيل ولكن خارج العصا الهوائيه ونقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري. والارسال يعود مع ايفان فرنانديز. ايفان سبايك ايفان بيلعب استقبال جواو مرفوعه بمركز 6 صاروخ من لعبه صاروخ من لعبه تركيبه هجوميه ولا اروع من احمد فتحي بيطلع اللعبه مركز 6 بيحاول معها وقت الصد ولكن زي الغزال بيطلع محمد مصطفى كامل لعبه ويضرب صاروخيه بمنتصف ملعب نادي الاتحاد السكندري. بعد اشرف شادو مدير الفني نادي الزمالك ووليد عبد العال الابتسامه كده تعلو وجوههم متقدمين بشوطين ومتقدمين بفارق 5 نقاط في احداث الشوط الثالث. ارسال مع جواو استقبال تياجو اعداد في مركز 6 منصور بيضرب دفاعات من جواو مرفوعه بوش باص اللعبه بيضرب بقوه في حوائط الصد تياجو طلعها مرفوعه ثاني لايه هرنانديز او فرنانديز بيضرب ولكن بدون عنوان خارج الملعب ويتقدم الزمالك 17-11. الزمالك خلاص فرض سيطرته على احداث اللقاء متقدم بشوطين ومتقدم بفارق 6 نقاط في الشوط الثالث. احمد سمير المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري السنه دي عامل انجاز اكثر من ممتاز من سنين طويله لم نرى الاتحاد السكندري في المباراه النهائيه ولكن بيقابل الكبير القطب الثاني في الكره الطائره المصريه نادي الزمالك. ارسال من جواو ولكن في الشبكه حب يلعب ارسال قصير مكير ولكن في الشبكه والنقطه رقم 12 لصالح نادي الاتحاد السكندري. ارسال مع تياجو تياجو على الارسال ادي بقى النتيجه واضحه على احتياطي نادي الاتحاد السكندري. نادي الزمالك مش عاطي اي فرصه لعوده نادي الاتحاد. استقبال جواو سريع بيخطف ولكن حائط صد ولكن فين يا كريم؟ كريم ايديه كانت خارج الحافه العليا للشبكه الكره جت في ايده ولكن في الشبكه وبتنزل داخل ملعب نادي الاتحاد. يتقدم الزمالك ويستمر في تقدمه 18-12. على الارسال سيف حسن عابد. ارسال سبايك من سيف استقبال عبد الله نصر اعداد الفيوم محمود منصور بيضرب حوط الصد الفيوم بيغطي مرفوعه تاني في مركز 1 ايفان هرنانديز بيطلع يضرب بقوه في حط صد الثلاثي وبتنزل داخل ملعب نادي الزمالك. هشام يسري جت في ايده وما كانش ايده كده مظبوطه من اعلى الحافه العليا للشبكه راح متاخر ولكن جت في ايده وبتنزل داخل ملعب نادي الزمالك. كان اخره كده في الحركه محمد علي المهدي وخرج سيف حسن عابد ونزل مكانه الليبرو كان نازل مكان محمد مجدي. ارسال واستقبال خطا في الاستقبال من محمد رضا عبد المجيد اعتقد ان الكره خارج الملعب ولكن لمست ايده ونقطه لصالح نادي الاتحاد السكندري 14-18. هل بقى الاتحاد هيقرب؟ هنتابع ونشوف اللي هيحصل. ارسالات قويه من كريم حسين ارسال سبايك في الوتر ايس تاني مره تانيه كريم حسين بيلعب ارسالات مؤثره سريعه بتنزل فين في مركز 5 عند التقاء الحدين النهائي والجانبي بتنزل في اصعب مكان في الملعب 15-18. هل الاتحاد هيعود مره ثانيه؟ هنتابع ونشوف مع بعض اعزائي المشاهدين. تايم اوت طلبوا اشرف رشاد طبعا لا الاتحاد كسب 3 نقاط متتاليه فقال لك الحق نفسي بدري طلب تايم اوت يهمه يفوز باللقاء الاول عندنا غدا اللقاء الثاني هنشوف ايه اللي هيحصل بعد انتهاء هذا اللقاء ولقاء غد هل نادي الزمالك هيفوز نادي الاتحاد هيفوز ده اللي هنتابعه ونشوفه اعزائي المشاهدين فقط وحصريا على اون تايم سبورتس. انتهى التايم اوت والارسال مع كريم حسين
سال سبايك فلوتر سريع المرة دي خارج الملعب. محمد رضا عبد المجيد قال له مش كل مرة ولكن خارج الملعب، والنقطة لصالح نادي الزمالك 19-15. على الرسالة يعود هشام يسري عويس. هشام يسري على الرسالة. ارسال سبايك ولكن خايف في الشبكة. وهيخرج وينزل مكانه اشرف ابو الحسن. رجع تاني اشرف رشاد، رضا هيكل واشرف ابو الحسن. والاتحاد نجح في تدقيق الفارق لثلاث نقاط 16-19. على الارسال يعود الفيومي. استقبال لعب اعداد في مركز اثنين وبيطلع يضرب بقوه في حوط الصد وخارج الملعب. بخبره لعبه بيطلع يضرب بقوه في حوط الصد في اصدقاء الامس. لاعبي نادي الاتحاد محمود منصور المني واحمد اسامه وخارج الملعب. اصدقاء الامس ان لعبه منتقل في مطلع هذا الموسم من نادي الاتحاد السكندري لنادي الزمالك. ويعود على الارسال محمد مصطفى كامل لعب. والتقدم للزمالك 20-16. سالس بايك استقبال منصور امتياز. الفيومي اعداد صاروخيه بيضربها لكن دفاعات ممتازه من ابو الحسن. مرفوعه تاني مركز رضا هيكل بيحطها بذكاء. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بيحطها بذكاء برست الايد بتحكم عالي من مركز اثنين لمركز اثنين وياخد النقطه رقم 21 لصالح نادي الزمالك. شايفين حضراتكم حاططها برست ايد وتتهادى تتهادى داخل ملعب نادي الزمالك. وتلقى تشجيع جهازه الفني رضا هيكل. وطلب احمد سمير المدير الفني نادي الاتحاد السكندري تايم اوت. تايم اوت. وهدوء كده حذر في ملعب نادي الزمالك متقدم بشوطين ومتقدم في الشوط الثالث بفارق 5 نقاط. انتهى التايم اوت وعاد لاعبي الفريقين مره ثانيه لارض الملعب. التقي الفريقان من قبل في الترتيب من 1-8 ونجح نادي الاتحاد بالفوز بنتيجه اللقاء بثلاث اشواط نظيفه ولكن قبل التدعيمات اللي قام بيها نادي الزمالك. عاملين الفارق التدعيمات مع نادي الزمالك 21-16. ارسال قوي سبايك بترجع تاني محمد علي المهدي بيضرب صاروخ. استقبال من منصور على الشبكه. تيجي هديه لمحمد علي المهدي بيطلع يقبل الهديه ويطلع يضرب كره قويه جدا داخل ملعب نادي الاتحاد السكندري 22-16. ثلاث نقاط بيفصلوا نادي الزمالك عن نهايه المباراه. ارسال محمد مصطفى كامل لعب. استقبال عبد الله ناصر مرفوعه في مركز اثنين. محمود منصور بيضرب بقوه يا ولد. محمود منصور بيضرب بقوه على اللاين بتيجي في صدر رضا هيكل او رضا محمد رضا عبد المجيد وبتنزل داخل ملعب نادي الزمالك. شايفين حضراتكم واقف لا صاروخ جاي له من مركز اثنين ولكن ما زال التقدم لصالح نادي الزمالك بفارق 5 نقاط 17-22. ارسال محمود منصور. استقبال رضا عبد المجيد مرفوع ابو الحسن. رضا هيكل بيضرب بقوه حائط صد ناري. حائط صد قوي جدا احمد اسامه يحافظ على امال نادي الاتحاد السكندري بحائط صد قوي جدا امام مين؟ الاباتشي رضا هيكل وواخد حائط صد ولا اروع داخل ملعب نادي الزمالك 18-22. ارسال مع المني محمود منصور مازال. ارسال سبايك في الشبكه من منصور يهدي النقطه 23 لصالح نادي الزمالك 23-18. نقطتين بيفصل نادي الزمالك عن نهايه الشوط الثالث والمباراه. والارسال يعود مع محمد علي المهدي 23-18. والتقدم في الاشواط بشوطين. ارسال المهدي ياخد وقته. ارسال سبايك. استقبال عبد نصر مركز اثنين وفان بيضرب بقوه في حوات الصد وفي الملعب. جواو ورافائيل ولك خارج الحد الجانبي لملعب نادي الاتحاد السكندري ليرفع رصيده من النقاط ل 19 مقابل 23 نادي الزمالك. ارسال احمد اسامه. استقبال جواو. اعداد ابو الحسن. رضا هيكل بيحط برس الايد لكن دفاعات مش مظبوطه عند نادي الاتحاد. ايفان هرنانديز او فرنانديز كانش متوقع ان الكره تتحط في مركز اثنين واحمد سمير بيقول له مش هقول له الكره الثالثه الكره الثالثه الخطا الثالث. و24 19 وماتش بوينت. ارسال مع رضا هيكل في الشبكه من رضا.
20 الاتحاد 24 الزمالك. والارسال يعود مع ايفان فرنانديز. تغيير اكيد احمد سمير بيبحث عن تغيير، بيعلي الشبكه، عايز يعلي الشبكه بخروج الفيومي اكيد وينزل حد في حوض الصد. هنتابع ونشوف اللي هيحصل. ارسال فرنانديز ما عملش تغيير، خارج الملعب، ونقطه الشوط الثالث لصالح نادي الزمالك ليفوز 25-20 ويفوز باللقاء خمس ثلاث اشواط نظيفه على نادي الاتحاد السكندري في اولى مباريات البيست اوف 3 الدور النهائي دوري الدوري المصري الممتاز. مبروك نادي الزمالك وجهازه الفني، هارد لك نادي الاتحاد السكندري، ونلتقي غدا مره ثانيه.